ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته يا رب آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك يا رب الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك يا رب من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبت يا رب موازيننا يوم القيامة، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا للقرآن. اللهم اغفر لنا خطايانا، ونسألك يا رب العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أنزل عليهم رحماتك وبركاتك وسكناتك إلى يوم القيامة، وارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحسن عاقبتنا يا رب في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يا رب هذه الختمة الطيبة المباركة في موازين حسناتنا يا رب العالمين. اللهم ثقل بها الموازين، اللهم ارحمنا بها يا رب، وارفعنا بها أعلى الدرجات، واحشرنا بها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع البذور العشرة. اللهم أكرم شيخنا الشيخ هشام حيدر، اللهم اجزي عنا خير الجزاء، اللهم بارك يا رب له في ماله ووقته وولده وصحته. اللهم ارفع درجته عندك يا رب، وانفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم وسع مدده وأزد طلابه يا رب، وانفع به الإسلام والمسلمين. اللهم يعني اكرمنا على يديه بختمة القراءات العشرة يا رب، وتقبلها منا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وتقبلنا بها في الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.